اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير أينما كنتم. تاريخ اليوم 14/1/2022. حبيت أراويكم اليوم عن تربية الأرانب، وخاصة هذه النوعية من الأرانب، أرانب هولندية اسمها تيديلوب، ومنشأها هولندا، قادمة من مناطق باردة، وهي جميلة جدا وكثيفة الشعر ومحبوبة وودودة، وتأكل ما نأكله، يعني تأكل خضروات كافة، تأكل بقايا طعامنا يعني اللي يبقى في أغلب الأحيان، وتأكل جميع أنواع الحبوب، وهي حيوانات هادئة جدا ودودة، محبوبة للأطفال وجميلة جدا. أسعارها ليست بزهيدة، يعني غالية بعض الشيء، وخاصة هذه النوعية تختلف عن الأنواع المحلية. الأنواع المحلية تكون رخيصة الثمن، ونوعا ما يعني هذه تكون أجمل منها بكثير، تكون داناتها يعني على نازل على الجوانب، وشعرها كثيف ولا تخرج أي صوت، فقط تحتاج إلى مكان لتربيتها. الأرانب عادة حيوانات أليفة ودودة، محبوبة لدى الأطفال، غير مؤذية، وتأكل ما نأكله، تأكل جميع الخضروات، تأكل جميع الفواكه وجميع الحبوب، وهي سريعة بطبيعتها. الأرانب بطبيعتها بصورة عامة سريعة التكاثر، تلد من 3 إلى 8 وفي بعض الأحيان 10 أفراخ، وفترة الحمل ما فترة حمل الأرانب تتراوح بين 28 يوم إلى 30 أو 31 يوما، يعني سريعة الولادة وسريعة التكاثر، وهي تنضج جنسيا بعمر 4 أشهر إلى 6 أشهر، تنضج يعني من 4 أشهر إلى 6 أشهر. الأم قلنا تحمل فترة الحمل يعني فترة حملها 30 يوما، وخاصة في هذه النوعية، هذه الأرانب الهولندية، فترة حملها 30 يوم، وتلد، ترضع أطفالها مرة واحدة في اليوم، ترضع الأطفال الصغار مرة واحدة في اليوم، وعادة في فترة منتصف الليل أو ما بعد منتصف الليل وفترة الفجر مرة واحدة في اليوم. فترة رضاعتهم تتراوح بين 1 إلى 2 دقائق فقط، يعني الطفل ابنها يرضع فترة 1 أو 2 دقائق ويستمر 24 ساعة إلى اليوم الثاني حتى يأخذ الرضعة الأخرى، فلهذا هو يرضع يعني بأسرع وقت ممكن. وهي يعني عادة تضع أطفالها عادة تحت الأرض، ولكن المربين يضعونها في أقفاص كما نراهم، يعني بصورة بشعة ومعذبة لهذا الحيوان المسكين. طبعا في بعض البلدان يأكلونه، يؤكل هذا الحيوان مع الأسف، ليس هذا لأنه هذا غالي، وإنما الأرانب المحلية في بعض الدول تؤكل، مثلا في مصر، المغرب العربي، خاصة في مصر يأكلونها مثل ما يعني نحن نأكل الدجاج، يربون الأرانب للأكل، نحن لا نأكل الأرانب عادة، نحن لا نأكل الأرانب. وعدهم طبعا الطبق الشهي أو المشهور، عفوا ليس الشهي، ما أعرف يعني أنا ما متذوقه، وإنما الطبق المشهور الذي يسمى بملوخية بالأرانب، نحن لا نأكل الأرانب أبدا ولا نذبحها.
نستخدمها للزينة فقط، إن كانت محلية أو إن كانت نوعيات للزينة. الأم تضع من 3 صغار إلى 8 وأحيانا 10 وأحيانا حتى 12 صغير. صعب يعني عليها، وهي تتزاوج مباشرة بعد الولادة، بعد الولادة بنصف ساعة تتزاوج وتحبل، يعني ترضع فترة الرضاعة تتراوح بين من يعني ترضعهم لمدة تقريبا 20 إلى 25 يوم ويبدون يأكلون، وفي نفس الوقت هي تكون حامل وترضعهم، فهي في حقيقة في حالة جهاد، والله في خلقه شؤون، سبحان الخالق على كل شيء. الصغار يعني مثل ما نشوفهم حلوين، وبالبداية أول ما يطلعون أذنيهم يكونون للأعلى، بعدها يبدون ينزلون إلى الأسفل في هذه النوعية، وليس في النوعية المحلية. النوعية المحلية يكون إلى الأعلى وكأنهم أنتنة أو أريل، ويكون الذان طويلة جدا. حقيقة هذه النوعية لا، الأذنين ينزلون إلى الأسفل، وشعرهم مثل ما قلنا يكون كثيف، وسعرهم ليس برخيص غالي، يدجنون في البيت. هذه أنا يعني اشتريتها للأطفال، الأم كانت في عمر 2 شهر حقيقة، وحبوها الأطفال، وكانت في داخل المنزل بعض الشيء، وهي غير مؤدية تماما، وبعدها نضجت واشتريت لها ذكر، وتم التزاوج، وحملت في المرحلة الأولى ولدت 3 فراخ، وبعدها في المرحلة الثانية ولدت 4 فراخ، وفي هذه المرحلة ولدت 6 فراخ الحمد لله. حاولت أن أضعها يعني أعمل لها بيت لكي بعدها كانت يعني المرحلة الأولى ولدت في البيت، وبعدها أخرجتها في الحديقة، يعني تركتها في الحديقة، ولكن الأرانب أسنانها قوية وحادة وتأكل يعني أي شيء، تأكل أي شيء المزروع، أقصد مزروع إن كانت شجرة أو نخلة أو أشجار صغيرة أو نباتات أو ورود، أو لا تترك أي شيء بالحديقة. فعندما نزلتها في الحديقة حقيقة جردت الحديقة تماما من جميع المزروعات، وحتى النخلة يعني بدأت تأكل بها طبعا، هي لأن هي غريزيا يعني ما أعرف هل تحتاج إلى المادة السليلوز، رغم أن يعني الأكل موجود يعني تحتها، يعني أنطيها الخضار خاصة يحبون الكرفس الكراث، وطبعا بالدرجة الأولى جميع أنواع الخضار اللي نستخدمها إحنا، ويحبون أيضا البرسيم، وكذلك بعض الأحيان أجلب لهم الحشائش من المزرعة، من البستان من المزرعة. المهم وضعتهم في الحديقة، حاولت أن أجعلها تلد في بيوت، جعلت لها بيوت، هي أصرت أن تلد تحت الأرض، حاولت يعني في شتى الطرق أن تحرث الحديقة في كل مكان، جعلتها وكأنما هنالك مزارع حرث الحديقة، فغلفتها في حقيقة في السيراميك والمرمر كي لا تحفرها، وتركت لها مكان واحد، مكان آمن حفرته ووضعت فراخها فيه، وهي قامت يعني بعنايتهم. هذا هو الأب، يعني جميل جدا جدا، يشبه دب الباندا بالضبط، يشبه دب الباندا، لا تميزه عن دب الباندا بالشكل وبالشعر الكثيف، يعني حتى شعره أكثر من شعر الباندا. هذه هي الأم، وهذا الابن في المرحلة الولادة السابقة، هذه على اليسار الأم، والابن هو على المرحومة، ودودين لا يعني ما يثيرون أي مشاكل، جميلين جدا، والحمد لله. أنا أنصحكم تربوهم إذا كان لديكم مكان للأطفال ويحبوهم الأطفال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.